وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جاني زولة من بعيد وشفت طيفة في المنام لابس ثوب جديد أبيض بلون السلام وابتدى بأحلى الكلام قال أنا صرت الشهيد اللي نال أعلى وسام. يا أهل الدير اسمعوني الشجاعة من صفاتي حتى لو هم عذبوني والثمن أصبح حياتي 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 في بلادي ادفنوني وافرحوا لي في مماتي وفي عالمها كفنوني 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 هذه الله أمنياتي هذه الله.